كيف تتابع بريطانيا هذه التوترات وهذا الصراع المحتدم بين المكون العسكري والمدني في السودان، وأيضا بيان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ؟ عمر، إليك. نعم جمانة، واضح أن بريطانيا إلى الآن تلتزم الصمت حول ما يحصل في السودان. نستطيع أن نقول أن على مستوى الحكومة البريطانية إلى الآن حتى الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي لم يصدر أي موقف حكومي، لا من وزارة الخارجية البريطانية ولا من الوزيرة، أو حتى على تويتر وزيرة الخارجية البريطانية لم تصرح أي شيء حول التطورات في السودان. موقف مماثل من قبل الحكومة البريطانية، مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت أو شخص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لم تصدر عن كل هذه الجهات أي تصريح رسمي حكومي. التصريح الوحيد جاء من قبل المبعوث البريطاني للسودان الذي عبر عن قلقه البالغ من ما يحصل في السودان، ومن تحديدا من اعتقال أعضاء للحكومة السودانية، وقال إن أي أحداث مماثلة أو من هذا القبيل ستعتبر خيانة ضد الثورة وضد مصالح الشعب السوداني. هذا ما جاء على لسان المبعوث البريطاني في السودان، لكن ما زلنا ننتظر أي موقف رسمي من الحكومة البريطانية حول الأحداث هناك.